السلام عليكم ورحمة الله، لنا لقاء جديد في وسط مزارع الموز مع أفضل المزارع وأجود الأنواع مع الباشمهندس محمود اللي هيحكي لنا وهيحكي لنا عن الموز. نرحب بيه. أهلا وسهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك مهندس محمود، منور مركز بدر، نور البحيره كلها. والله ربنا يخليك، الله تسلم يا يسترها باشا. حبيبي يا مهندس. النهارده لينا بعض الأسئلة برضو بتستفسر عليها الناس، وإن الموز، وان احنا النهارده هندي بعض المعلومات للناس عشان تعرف طبيعه، من حيث من البدايه اللي عرفته برضو من حضرتك ان الموز ده بيتشتل. هنتكلم فيه خطوات عشان الصوره تبقى واصله للساده المشاهدين. حكينا او احكينا عن ايه، عن ازاي بيتم شتل الموز في المشتل قبل ما نعمل اي حاجه في الارض بتاعتنا. الموز اولا يعني هو زراعه انسجه، يعني الاويل كان الاول بيشتغلوا على زراعه الفسايل، من نقل من فسايل قديمه او خلفات من ارض قديمه يقلعها من تحت الام وينقلها في الارض الجديده او الارض المستحدثه للزراعه ليله المحصول. دخلنا في حوالي تقريبا من 15 ل 20 سنه مصر شغاله على الانسجه، ما عادش بيزرعوا من الفسايل. امراضها كتيره، بينقل معاها امراض من الارض القديمه الارض المستحدثه، بينقل معاها مشاكل كتير، بينقل معاها المرض من ام لو كان فيها مرض، واللي بينقل ما خدش باله منها بينقل معاها المرض، فبيديني ضرر كبير على المحصول بعد كده. تمام. دخلنا في 20 سنه تقريبا في مصر زراعه الانسجه يعتبر هي رقم واحد والانجح والانظف والارخص. ده من حيث شتل الموز. من حيث الشتله بتبدا العمليه استنتاج الشتلات من كرمات الانسجه المحترمه او الكويسه المستنبطه. تمام. من المزارعين الكويسين في الجمهوريه عموما. تمام. بيبدا ياخد الكرمات دي في المعمل يشتغل عليها، ان هو يطلع منها من الكرمه الواحده مثلا عدد كبير جدا من الانسجه الصغيره مثلا، هو بيبدا يشغلها بعد كده ويأقلمها. تمام. ويبدا ناخدها في المشاتل للتربيه. بتبدا معانا التربيه في المشاتل، بتزرع اولا في اخر شهر 8 بدايه شهر 9، شهر 9 كامل بتبدا نحضنها الشتله. في الشتله اقلام صغيره كده تقريبا من طول 3 ل 7 سنتي. تمام. دي بتزرع في ارض المشتل. تمام. في الصوب، ولازم تزرع في صوب، في الصوب لان هو بيزرع صوب نت ولا بلاستيك؟ بلاستيك. بلاستيك لازم تكون بلاستيك عشان يحفظ مع درجه حراره في الشتاء. الموز زرع استوائيه في الدرجه الاولى والمقام الاول، لازم تمام. تحتاج درجه حراره عاليه ودرجه رطوبه عاليه. تمام. فانا لازم احافظ على الشتله وازرعها بتشتل في اكياس طبعا، في اكياس في اقطار معينه. في صوب مثلا 4 عرض 6 متر، في صوب 9 متر، وفي ناس بتشتغل في المالتي سبان. تمام. دي بترجع في الاول والاخر حسب مقومات المشتل وحسب قدرته الماديه. ده الله ينور كده. تمام. طب من حيث الري في المشتل، لا المشتل اللي هو مع حسب بقى التربية، يعني حسب الخدمه اللي محطوطه في الكيس. في ناس بتشتغل طب يبقى في معاملات في المشتل من حيث الشتله؟ طبعا. المعاملات يعني انت بتزرع لازم المعاملات المبيدات الفطريه والمبيدات النموذجيه، حافظ على الجذور، لازم يكون عندي جذر سليم، يعني مش هنقدر نقول 100% لكن كل ما وصلت لدرجه ال 100% طبعا كان عندي شتله صحيه وقويه جدا يعني وتفيد صاحب الارض، ما تكلفوش في عمليه المعالجه او ان انا اشغل شتله جديده تاني. تمام. احنا اتكلمنا كده على اول خطوه اللي هو المشتل. طب احنا دلوقتي الشتله بتاعتنا في المشتل، هنيجي لخطوه مهمه، الارض بتاعتي. انا دلوقتي ارضي لسه جديده وهبدا فيها ان انا ازرع موز، فاول حاجه هنتكلم فيها مثلا ايه اللي انا هعمله في ارضي عشان انقل تجهيزات تجهيزات الارض. هتختلف في شقين، شق ان انا بزرع في ارض صينيه او ان انا ازرع في ارض رمليه او ارض جبليه مستحدثه جديده مثلا. تمام. الارض الرمليه عموما ببدا اشتغل فيها اللي انا بقسم خطوط الارض، اللي انا بقطع فيها الخطوط، وهو بيبقى بين الخط والخط متوسط الخط والخط من 3 متر ونص ل 4 متر. تمام. وما بين الجوره والجوره من متر ل 2 متر ونص حسب طريقه الزراعه، مكان الزراعه فرديه او زراعه ازدواجيه. ماشي. نحط عود واحد في الجوره او عودين في الجوره. بالنسبه للعمق بيبقى قد ايه للشتله؟ عمق الشتله ما اقدرش يعني، الافضل طبعا ان انا ما اغطيش الكرمه فوق كرمه العود اكتر من 3 4 سنتي. اكتر من كده بيعمل عمليه تاخير في النمو او تاخير في استخراج الجذور الشعرات الجديده اللي هتشتغل في الارض المستدامه. طب انا نرجع برضو للنقطه اللي هي تجهيزات الارض. تجهيزات انا في بعض الاسمده او بعض الحاجات اللي انا اضيفها في الارض قبل ما طبعا ده طبيعي. اولا انت بتشتغل على تجهيز الارض، لازم انزل خدمه عضويه، ماده عضويه اللي هو
السماد البلدي او سبلة الفراخ او كومبوست. تمام. او في ناس بتشتغل بالحمأة، وانا يعني هو حرام شرعا، ما بنحبش نشتغل بيها عموما، يعني ما ننصحش المزارعين كمان ان هم يشتغلوا بيها. هي بتوفر لي فلوس في على طريق على مدار العام في الـ في الـ في مستلزمات الانتاج اللي هو الكيماويات، وتوفرها لي. بس يعني اولا واخيرا هو حرام شرعا. النقطه الثانيه هي مدمره للتربه على المدى البعيد، انها بتعمل عمليه تصحر ورفع قلويه التربه ومشاكل كثيره جدا. تمام. نخلينا في الماده العضويه والسماد البلدي. الفدان بيحتاج من 20 متر ل 35 متر حسب امكانيه المزارع. بتتحط في خنادق خطوط زي ما اتكلمنا، احنا بنقطع الارض ما بين الخط والخط 3 متر ونص ل 4 متر. في الخنادق دي بننزل الماده العضويه. تمام. اللي هم ال 20 متر او ال 25 متر او ال 30 متر حسب قوه وقدره المزارع اللي بيزرع. نبدا ننزل خدمه. لو حطينا معاها سبله كتكوت او سبله تسمين او سبله بياض، مفيد جدا وموفر جدا في استخدام الاسمده الكيماويه. النقطه الثالثه بننزل عليها سماد كيماوي اللي هو سوبر فوسفات احادي او ثنائي او ثلاثي حسب برضو امكانيات المزارع. الجبس الزراعي. تمام. يفيد معايا في ان هو يفك معايا التربه، يقلل الملوحه، يمتد النبات بالكلسم على مدى بعيد لان هو بطيء الذوبان. نبدا نشغل بعد ما نزلنا الماده العضويه والسوبر. اولا كميه السوبر الفدان من طن لثلاثة طن حسب السوبر. في السوبر من طن لثلاثة طن للفدان. الجبس كذلك الامر من 2 طن ل 5 طن للفدان. نبدا ننزل الخدمه الماده العضويه، وبعد كده ننزل السوبر فوسفات والجبس. بعد كده بنشتغل بان احنا نجيب مثلا الديسك او الدرفيل او جرار الكوبوت الزراعي او العماله بالعماله اليدويه بالايد، انا اشتغل عليها بالفاس وابدا اقلب الخدمه بالارض في قلبيه الخط. يعني مثلا احنا عندنا هنا المصابه لو انت شايف ده نبات، اولا ده جيل اللي طالع، ده جيل تاني يعني ثالث سنه انتاج. ثالث سنه انتاج يعني ده عود الجيل الاول بعد الام. خدنا سنه جيل اول، خدنا سنه امهات، وبعد كده جيل اول، وبعد كده اللي طالع معانا الحي الجديد ده جيل تاني عمر ثالث سنين للارض. ماشي. نرجع نبص للخط ده، دي قلبيه الخط اللي فيها النباتات دي اللي بنشتغل عليها. قلبيه الخط نزل خدمتي واعملها بالجرار او بالدرفيل اللي انا بدسكها، وافرم الخدمه بالتربه عشان لما اجي ازرع العود لازم يبقى مزروع في مخلوط ما بين ماده عضويه وتربه. تمام. مش هينفع ازرع العود في ماده عضويه بس. طيب احنا دلوقتي جينا اللي هو اتكلمنا عن التربه وتسميد التربه. في يعني احنا الخطوه احنا كده ما ركبناش الشبكه طبعا. لا احنا لسه احنا بنتكلم في تجهيز تجهيز الارض. نزلنا الماده العضويه، فرمنا الخدمه بتاعتنا بالتربه زي ما اتكلمنا. المواعيد، طيب مواعيد زراعه الموز. زراعه الموز انقسم الموز لزراعه العروه الربيعي، وهي العروه الاساسيه اللي بتزرع من في شهر مارس، ودي افضل ميعاد للزراعه. او ان انا ازرع العروه الصيفي الصيفيه يعني اللي بتزرع في الزراعه او الصيفيه اللي بتزرع في شهر من اخر مثلا يوليو او اول اغسطس لشهر 9. وفي ناس بتفضل متاخره معاها لشهر 10 وشهر 11، ما انصحش بيها طبعا. يعني افضل حاجه 3 العروه الربيعيه او الشتويه. طب بالنسبه للشبكه، الشبكه بتحتاج تصميم معين؟ الشبكه دي هنا بتختلف على نفاذيه التربه واحتفاظها بالميه. في ارض رمليه ناعمه طبعا نفاذيتها عاليه جدا، وفي ارض صفراء ناعمه بتمسك ميه، وفي ارض حمراء بتمسك ميه. هنا بنشتغل على تشبع التربه ومدى سريان او مدى جريان المياه السطحي للتربه. في ارض بتحتفظ بميه زي ما اتكلمنا، وفي ارض بتسيب ميتها بسرعه اللي هي الارض الرمليه الخفيفه. بتشتغلوا على الخراطيم السد طبعا او الشبكه بتاعتنا؟ الشبكه بتاعتنا احنا بنشتغل طبعا في رئيس مدفون في الارض اللي هو اكتر ما بين 6 بوصه ل 4 بوصه و 3 بوصه. شغل فرعيات مع 75 او 63، وبناخد من الفرعيات ديت لو الكاميرا باينه دي 63، دي فرعيات 63 اهيت. الفرعيات 63 دي بناخد منها خراطيم جي ار اللي هو التنقيط. تختلف بقى هنا معلش النقطة الأهم في الشبك في اختيار خرطوم الجي ار، مسافة النقاط ما بين 20 سنتي أو 25 سنتي أو 30 سنتي ما بين النقاط والنقاط. هنا بنرجع أنا شايف إن هنا خرطومين ماشيين، هنا أربع خراطيم في الخط. أربع خراطيم هنا أرض رملية يعني سريعة الصرف. ما بتفصش في الميه، يمكن مروا هنا فترتين صباحا ومساء، لازم اروي صباحا ومساء في اليوم. في اليوم ما بين يعني ممكن الفدان ياخد له 8 ساعات تقريبا ميه. طب بالنسبه للغمر ينفع زراعته في الغمر؟ ينفع في الغمر،
وفي الارض السمراء بيبقى جميل جدا. هو الموز بيحب الميه؟ الموز هو شجره استوائيه من الدرجه الاولى. شجره تحب ميه، رطوبه عاليه جدا، ودرجه حراره. درجه حراره في نفس الوقت بتحتاج الصرف يكون كويس في التربه. حتى لو ارض طينيه او ارض غمر بتشتغل معانا برضو لازم يكون راعي ان الصرف بتاع الميه فيها كويس. طب بنحس من المعاملات في الموز، ودي نقطه مهمه، ايه اكتر حاجه او اكتر العناصر اللي بيحتاجها الموز؟ الموز شره جدا للكيماويات، يعني من اكتر النباتات او المحاصيل اللي اتوجدت في مصر شره للكيماويات، من مجموعه الان بي كي على النيتروجين الفوسفور البوتاسيوم بكميات كبيره جدا. الكيماويات بمختلفها ولا مختلفها؟ طبعا هو افضل حاجه طبعا ان انا اشتغل بحاجات لازم يكون بيورايت او كلورايد اللي فيها يعني يكاد يكون صفر، يعني افضل شيء في كل المحاصيل عموما يعني. بس الموز حساس جدا للملوحه العاليه. الارض المالحه ما ينفعش فيها يعني. الموز عموما ابعد عن فوق ال 600، ابعد عن الموز. يعني اول ما تلاقي ملوحه في الميه تعدي 600 جزء في المليون، ابعد عن الموز، ابعد عن المحاصيل عموما يعني. تمام. اشتغل في حاجه متخصصه اللي هي تحمل ملوحه. تمام. لكن لما يبقى عندي ميه مناسبه، ارض مناسبه، اشتغل بالموز محصوله كويس جدا. عشان ما نبعدش برضو في التفاصيل، نرجع لمرجوعنا ان احنا اشتغلنا على الجي ار من مسافه 25 سنتي او 30 سنتي بين النقاط والنقاط حسب درجه تهويه التربه واحتفاظها بالميه. الموز بيزرع عندنا في العروه الربيعي في شهر مارس، من تمام. من 10 مارس لحد 10 ابريل. ميعاد ممتاز جدا. النقطه الثانيه يعني بيزرع ما بين العود والعود في الجوره، ما بين العود والعود في الخط، من متر لحد 2 متر ونص. طب ايه اكتر حاجه بتضر الموز او الامراض اللي بتصيبه؟ امراض الموز عموما في مصر عندنا فوبيا التورد او الفيروس. تورد القمح. الموز فيه فيروس. دي من اكبر كوارث الموز، او يمكن المرض الاساسي اللي بيهدد محصول الموز في مصر. مرض الفيروس او التورد القمح. نروح لامراض ثانيه برضه ليها خطر استراتيجي على المحصول. النيماتودا واعفان الجذور. النيماتودا برضه في الموز؟ النيماتودا بانواعها، تقصفيه او تقزميه او تعقد. ليها مشاكل كبيره جدا على الموز، وبتوقف عمليه النمو. وتاثر عليه يمكن مثلا اقول لك من 50 ل 70% ممكن تدمر معاه المحصول وانتاجيته. تمام. طب احنا بتيجي امتى نحط مثلا اللي هو البلاستيك نغطي بيه زبايط الموز؟ هو لا، هنرجع تاني معلش. البلاستيك ده مرحله، يعني انت بتتكلم في ان انا اغطي كيس او ان انا اكيس الموز. ده اخر مرحله معايا. اخر مرحله. انت احنا في شهر 3 بنزرع زي ما قلنا. بناخد مسافات كويسه او المناسبه حسب الغيط وحسب تقسيمه المحصول. كان محصول مكثف او متوسط او خفيف. تمام. حسب احتياجاتي له، محتاجه سنه واثنين وثلاثه ولا محتاجه سنه واحده. عموما في مصر يعني احنا في ارض اهو ما شاء الله ربنا يحفظها ويبارك لاصحابها. احنا في ثالث سنه. تمام. ثالث سنه الله. انتاج، وهو لو مكمل معاها مراعيه ومحافظه زي ما هو ماشي ممكن تكمل اربعه وخمسه ان شاء الله. يعني يقعد اربعه وخمسه الموز في الارض. احنا كان هنا مثلا في مديريه التحرير كان ينزل معانا الموز يقعد لسادس جي. بس الايام دي بسبب الفيروس اللي احنا بنتكلم عليه او تورد القمه ما عادش سنتين او ثلاثه. احنا ما شاء الله، انا بقول لك احنا في ارض ما فيش علاج ليه ده الفيروس. لا ملوش علاج لحد النهارده. كل الشركات بتنزل حاجه للفيروس في الخضار بس، او حاجه توقفه وما فيش حاجه. لا لا في الموز لا، ما نزل حد النهارده ما نزلش حاجه للموز توقف التورد والكم. نكمل يعني مثلا بعد ما بنزرع في شهر 3 و4 نبدا بقى نشتغل بالاعفان ومنشطات الجذور بعد يومين من الزراعه، تشبيع التربه. طبعا نراعي في الزراعه ان العود ما يختصش جامد في التربه، ان انا اردم على الكرمه بتاعته في اكثر من 3 5 سم. تمام. اكثر من كده ابدا اضر العود او يتاخر في النمو. بعد ما ازرع ابدا اعمله بقى بيومين او ثلاثه دفعه مطهر جذور ودفعه منشط جذور بعديها في يوم. بعد كده ببدا ايه ان انا اشتغل معاه ان انا اشوف اشاير الجذور او نموات الجذور. تمام. اشتغلت ببدا ان انا اشجعها عمليه منشط تاني، ننزل اندول او فالفيك او هيوميك او جبريليك او سيتوكاينين مع ميكس عناصر او عناصر صغرى كانت مخلبيه او سلفات حديدوز او منجنيز او زنك عادي جدا. بنشتغل بيها حسب امكانيات المزارع زي ما بنتكلم برضه عشان ما نكلفش حد. النقطه الثالثه بعد ما الجدر ما بيشتغل والدنيا بتمشي ببدا ان انا اشتغل معاه بالتسميد. التسميد اللي احنا بنشتغل عليه الاساسي للموز في اول مرحله في عمره اللي هو الشهر لازم اشتغل معاه بمتوازن.
تمام اللي هو التسعشرات او العشرينات او الاتنين وعشرين او الـ 25 18 زي العناصر اللي هو الان بي كي، نيتروجين فوسفور بوتاسيوم، تمام، بجانب المغنيسيوم، بجانب حمض الفوسفوريك، بجانب حمض النيتريك، بجانب الكالسيوم لو تسميده اسبوعيا او كل 5 ايام قدرات الكالسيوم. نروح للنقطه الثانيه بعد مراعاه التسميد والتغذيه، ان احنا بيبدا معانا الموز يطلع من في الاسبوع من ورقه لورقتين في اول شهر 4، من شهر 4 وانت طالع كده بعد مده شهر، بعد مده 20 يوم بيبدا يطلع معاه من ورقتين او ورقه في الاسبوع. مع التسميد ومراعاه بقى تغيير الكميات التسميديه للمركبات ديت، كان نيتروجين او فوسفور او بوتاسيوم حسب مراحل النمو. بنكمل معانا الموز لشهر 4 و5، نيجي في اول شهر 6 مثلا، ده في الموز الانسجه في العروه الربيعي، في شهر 6 يوم 1/6 تقريبا، من 1/10 بعمل عمليه الزيرو. ايه هي عمليه الزيرو برضو عشان نبقى فاهمين؟ عمليه الزيرو هي ازاله جميع الخلفات من حوالين النبات الاساسي. ازاله جميع الخلفات من حوالين النبات الاساسي. في ارض ثانيه هوريها لك برضو، في ارض مستحدثه او ارض صغيره في العمر هوريك. احنا من هنا في ارض كبيره، في برضو بص هنا من هنا في ارض كبيره مش باينه، مع الخلفات دي كبيره ومتربيه. في الارض اللي هي المستحدثه اللي هي لسه في عمر شهر بشيل الخلفات دي، بس بتبقى صغيره زي مثلا عود زي كده، بشيلها، لا بشيل كله في شهر 6 بعمل لها عمليه الزيرو او شيل الخلف كلها. تمام. 6 بعد ما بنزيل الخلفات دي، بعملية الزيرو في شهر 6 بنبدا ننزل عمليه الخدمه الصيفي اللي هي من 10 ل 20 متر سبله كتكوت او تسمين او بياض للفدان، ونخرط عليها من المصطبه الجانبيه ديت نردم عليها. في ناس بتحط سبات تاني برضو، هو وصل متر و20 متر و70 متر و50 بننزل الماده دي للخدمه الصيفي من 20 ل من 10 ل 20 متر مكعب. احنا بنحط اسمده تاني سمات بلدي، اللي هو اللي هو دي سابله الكتكوت او تسمين او بياض او السير حسب امكانيه المزارع. بننزل من 10 ل 20 متر للفدان، اضافه طن سوبر فوسفات مع اضافه طن جبس. تمام. والافضل هنا واللي دايما بنناشد بها الفلاحين والمزارعين، يا جماعه ما تستهونوش بخدمه النماتودا او مكافحه النماتودا. في الصيف النماتودا طبعا انتشارها سريع جدا، ومكافحه يعني مكافحتها بتبقى صعبه شويه. بس حاليا عملوا حاجات ان هي توقفها يعني. ما هو مثلا احنا في مركبات السوق كتيره جدا تبع شركات كتيره جدا، يعني من اول النيما جولد والنيما فاكو، حاجات كتيره جدا بمسمياتها والايسوباروفوس بمواد الفعاله بتاعت النماتودا المكافحه، سواء متحمل على كربون عضوي او على تربه او على رم او النيما جولد مثلا بتاع كفر الذات او غيره. بنشتغل بيها من 10 ل 15 كيلو للفدان بدير قبل الخدمه، مع الخدمه قبل الرديم. تمام. بننزلها بتدينا يعني بتدينا حمايه شامله لمده من 40 ل 60 يوم للنبات من النماتودا، الدوده الارضه، الحفار، الجعال، الكلام اللي هو بيدمر للمجموع الجذري اللي هو عليه اساسا نجاح المحصول من عدمه. تمام. ماشي. في شهر 6 بنخلص عمليه الخدمه القويه. يعني هنا بنتحول ما بين ما انا بعمل شتلات صغيره بقى، لان بنعمل لنبات قوي جدا في ريعان قوته وشغله. ان ما بين ان النبات بيطلع بقى من 3 ورقات في الاسبوع ل4. تمام. تسميد الازوت بتاعه بيرتفع جدا، تسميد الفوسفور بيرتفع جدا جدا جدا، ومعدل الفدان بياخد له من 20 ل 40 كيلو في الاسبوع لمده شهر ونص او شهرين. تمام. لتحضير الخصوبه وتحضير الكيزان في الكرمه من تحت، ده من 6 ل 7، لان هيبدا معايا عمليه الانتاج او التزيير بتاعي من شهر 8 و 8 و9. تمام. يعني كده الوقت قد ايه لحد ما ينتج؟ ما انا بقول لك احنا بنزرع في 4 وبعد كده نخدم الخدمه الصيفي في شهر 6 بازاله الخلفات كلها بعمليه الزيرو. نيجي في شهر 8 عمليه التنزيل، ويبقى طالع عندي معاه كمان التنزيل او التزهير، ويبقى طالع معاه كمان عمليه الخلفه او الخلفات من تحت. ببدا عمليه التربيه في نفس الوقت، بحسب بقى انا مربي مثلا على 3 او على 2 او على عود واحد، وبشيل الام صح ولا لا؟ لا بيبدا عمل مثلا في شهر 8 مثلا بيبدا التزهير، ينزل الكوز يعني مثلا ده صباطه كامله مثلا. احنا في شهر احنا النهارده 17/3، دي صفايه الارض او زي ما بيقولوا كده نهايه الموسم، نهايه المحصول. ماشي. دي في شهر 3 يعني خلاص في شهر 3 لا دي خلاص دي اخر حاجه، دي مثلا اخر حاجه كانت في التزهير في شهر 9 يعني دي يعتبر من صفايات الارض، خلاص المحصول انتهى، الارض قدامك زي ما انت شايف ما عادش فيها محصول. بينزل عمليه التزهير في شهر 8 و9. ماشي. في شهر 8 و9 بعد التزهير بننزل نشيل ايه الزيادات اللي في الكف دي من تحت. دي اسمها عمليه التخصيه.
بعد كده برجع لعمليه التسنيد في شهر 9 اللي انا اربط السباطه او اربط العود في التندوله معايا فوق اللي هي شبكه السلك اللي موجوده فوق دي اللي معموله فوق. حامل المحصول ده حامل المحصول تمام. بكيس في شهر من شهر 10 في اواخر 10 اول 11 مع بدايه الساعه دخول معايا فصل الخريف والشتاء تمام. ببدا اكيس ماشي طبعا مع مراعاه ان انا بعد شهر 8 ربيت والارض بدات في تسجيل والكلام دوت براعي معايا ان انا بخش على التسويد البوتاسي اعلى حاجه الهرم بيختلف معايا شويه عشان ادي عمليه ملء الثمره ملء الثمره تمام تمام نشيل معانا بقى الازوت خالص نشيل الفوسفور ينزل معانا للربع تقريبا اعتمادي كله على المركبات البوتاسيه شويه الكالسيوم حفاظا على الخلفه وعلى الجذور ميكس عناصر برضو الكلام ده كله يعني في معاملات كتير طبعا احنا اختصرنا الكلام فيها نيجي في شهر 10 و11 التكييس عشان خاطر نحافظ على السباطه من عامل البرد والمطره والكلام ده يبدا معايا عمليه التقطيع او النضج الثمار بقى من شهر 12 من اول 12 لحد شهر 2 و3 يبقى معايا السباطه انتجت والعود انتج وخلاص خدنا مثلا ابدا ما ابدا اقطع معايا من 15 12 15 12 من 15 12 يعني اقصى حاجه 30 1 الا اذا كان زراعه متاخره شويه في التسجيل طب دي بتتشال يعني ولا بتفضل زي ما هي لا دي خلاص يعني هو انا بحافظ على دي ليه عشان في عفن العفن الرمادي بيمسك في الصاج بتاع او الالس بتاع السباطه من تحت بيبدا لو في الساعه شويه في شهر 12 و11 لو موجود العفن ده بيبدا ياكل معاه يطلع لفوق ياكل معاه كف واثنين في السباطه وثلاثه فاحنا بنسيب الطول اللي تحت ده مناسب ده. عشان احافظ على السباطه من تحت تمام ده للظباطه طب الموز بعد ما بيتقطع بيتخزن ولا بيتصفى الموز بعد ما بيتقطع على فكره احنا برضه نسينا حاجه مهمه الانواع في الزيف في جراندنان في المغربي او البلدي ايه اكتر حاجه بتتصدر هو اكتر حاجه في صنف نازل جديد اسمه الار اي بتاع شركه السلام الدوليه المهندس محمود السيد لسه صنف جديد في السوق له ما له عليه ما عليه صنف محترم جدا مواصفات عاليه جدا ولكن يعني الجراند سوبر الجراندنان يعتبر من انضف واحسن الاصناف الموجوده في البلد هو يعتبر 90% من زراعه البلد من الجراند سوبر من حيث التصدير او الانتاج المحلي انا لاحظت حاجه في المول هنا تلقى الصابع زي ما هو اخضر وطايب عندنا احنا مثلا في الصعيد لما بنشتري موز بيبقى اصفر بس بنحس طعم الموز اللي هنا اطعم بكتير ليه بقى دي سؤال مهم جدا يعني برضو معلش المستهلك او الناس اللي بتاكل الثمره في الاخر ما يعرفوش مراحل اللي احنا بنتكلم فيها دي انا الموز بتاعكم ده ما شفتوش عندي في الصعيد خالص ومش هتشوفه ليه البيئه مختلفه شويه عن الصعيد النقطة الثانية معلش الموز اللي بيتباع على الفرش هو بعد ما بنقطع مثلا يجي الفلاح يقطع في شهر 12 او في شهر 1 التاجر اللي بياخد الموز ده بيوديه الثلاجة الثلاجة دي بتعامل الموز في 3 ايام بدرجات حرارة معينة عشان عملية النضج او التسوية بيبقى سخون ولا بارد حسب بقى دي ليها معاملاتها ليها ناس فنيين فيها شوية الوضع هنا بيختلف ليه هما بيضيفوا مادة اسمها الاسيفون مادة الاسيفون او الاسرل المادة دي تركيزها 48% ناس بيشغلوا بها تغطيس او ناس بيشغلوا بها رش على المحصول بعد ما يخش التلاجة وبعدين يقفل عليه يسوي الاسرل ده والاسيفون دوت بيعمل عملية نضج اجباري نضج ايه؟ اجباري زي ما بيحصل في المانجا الناس بتقطع مانجا في شهر 4 و5 مفيش مانجا في السوق تلاقي مانجا جديدة نزلت السوق ومستوية ازاي؟ هو الاسيفون او الاسرل وده طبعا يعني له اضرار يعني شويه بس يعني عندنا احنا ده بيقطعه اجباري طبعا وبيبقى اصفر ومعظم 90% او 99% من السوق اللي في السوق كده اجباري كده انت هنا معلش انت اكلت موز مستوي في الارض رباني على عوده يعني ما تدخلش فيه حد ما خدت مثلا اخضر واستوى عندي الصباع ريحته من الشارع تشم الريحه حلو هنا بقى لان هو استوى رباني تحول النشويات او الكربوهيدرات اللي في الصباطه او في القشره او في الموز تحولت لسكريات طبيعيه ده تدخل ده حاجه نضج رباني او نضج طبيعي ما فيهوش اي مشاكل اللي بيحصل بقى في الثلاجات او النقل والتخزين على الشق التجاري ان هما بياخدوه لازم يشتغلوا عليه بالاسيفون او الاسر او مع الحراره والتبريد بتاع الثلاجه تمام عشان هو راجل معلش برضه هو بينزل بيدخل في ثلاجته ب 20 طن في الغرفه الواحده 20 طن سنة يعني لما جيت هنا ان الموز برضه ليه كذا يعني سنه او اثنين مش ماسك سعر كويس والله هو تيجي للسعر ده عرض وطلب عرض وطلب انت مثلا كان الموز معانا واقف يعني
واقف بقاله فتره. يعني الموز بقاله سنين مهضوم حقه في التصدير، تمام، وللاسف كمان يعني بيستوردوا عليه. احنا عندنا كميه كبيره جدا في انتاج الموز في مصر، يكفي الانتاج، يكفي الانتاج المحلي ويكفي تصدير. للاسف برضو في خطا، ما تعرفش في المنظومه جاي منين. الخطا ده هم بيستوردوا على الانتاج المحلي. فطبعا ده ايه يعني، ان شاء الله السوق يبقى احسن ان شاء الله. احنا بنرجو من ربنا طبعا ان هو يعني ان شاء الله. واشكرك طبعا على اللقاء الجميل ده وبعض المعلومات المفيده. نورتنا وشرفتنا يا باشا حبيبي يا عم محمود، وشكرا لحضرتك حبيبي. شكرا استاذ محمود كان معانا، والى اللقاء ان شاء الله.